ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. انت دلوقتي عندك النهارده شويه بتنجان حلوين وعندك كبده اسكندراني متقطعه عصافيري وعايزين نعمل طاجن مكرونه حلو، ولكن معايا النهارده رز بلبن. اذا انت معاكي واقفه في المطبخ لمده ساعه، والناس حبايبي طبعا فريق العمل دايما يقولوا لي ساعه، الساعه دي تبقى 40 دقيقه وساعات 50 دقيقه، فانا عايز انجز وقتي. اتفاجئت بان الرز معايا طبعا مش مستوي، فانا عايز اعمل شويه رز بلبن. فانا هنبدا الاول بمقادير الرز بلبن مع القرفه والمكسرات. مقاديره رز مصري ومكسرات اللي عندك بقى ما تجودي به، فول سوداني على زبيب على قرفه على جوز الهند اللي موجود عندك. اذا عندنا رز مصري وحليب، وعندنا طبعا المكسرات بتاعتنا، وللامانه كمان معانا السكر او عسل حسب الرغبه. فخلونا نبدا باول حاجه نحطها على النار ونخلص منها الرز علشان ياخد وقته في السوى، على ما نخلص الحكايه بتاعتنا والحدوته بتاعتنا يكون الرز استوى ونقفله مع بعض. ازاي اعمل شويه رز بلبن؟ هو ده الكلام. بننزل بالرز ده كده، حلو قوي. على فكره الرز بلبن يعني مش انت بتعملي رز مسلوق او رز ابيض تكتري الكميه، لا تبقى كميه قليله جدا. انا ليا تركايه بقى في عمل الرز بلبن مفيده جدا. ايه هي؟ باخد مكعب زبده كده والف الرز بيه. بجد يا شيف دي جديده دي. اه بص اهو تفرق بقى، هنلف الرز ده بمكعب الزبده ده. اوعى الزبده تتحرق منك، احنا بس هي الفكره كلها الرز يدفى الزبده تسيح في قلبه. ننزل عليه باللبن. اه فكره جربيها، تبقى انت خد عندك الرز بلبن فيه بروتين وقيمه غذائيه عاليه جدا، اللي ياكل طبق رز بلبن يستفيد بالقيمه الغذائيه بتاعته. اه الزبده اول ما نلاقيها كده خلاص بقت مع الرز دافيه واختلطت ببعضيها، بننزل بالحليب بتاعنا ده كده ونسيبه على النار. بس هو ده قصه الرز باللبن مع شويه ميه بيغلوا على النار كده. نعم فانيليا، والله عايزينه بطعم الفانيليا ماشي، بطعم القرفه ماشي. على فكره الرز بلبن مش اي حد بيعمله مظبوط، اهم حاجه ان الرز يستوي كويس. بنستفيد بمعلقتين من النشا، النشا ده بيدي قوام للرز بلبن، ما بتشوفيش حبات الرز قدامك، بتبقى غطسانه في المهلبيه بتاعت الايه النشا. هنسيب الرز على النار، خلي بالك اوعي تخطئي وانت شغاله وبتقلبي كده الكبده تيجي ايدك رايحه على الرز بلبن وبقلبها عادي. اه الحاجات الصغيره دي تخلي بالك منها. الرز معانا استوى اهو، شفت شويه الرز حلوين ازاي؟ ننزل بالسكر. الله، شوية زبيب بحبه يغلي مع الرز، خلي بالك الحاجات دي مهمة جدا. شوية فول سوداني بحبه يغلي مع الرز عشان لما تكون حماتك عندك وماميته عندك المكسرات دي ما تكسرش سنانها. يلا مقاديره على الشاشة وانا بقلبه كده. مقادير الرز بلبن، مقادير بسيطة وسهلة، حليب رز بلبن، حليب قرفة، فول سوداني، شوية زبيب، سكر أو عسل ده اختياري حسب الرغبة، ومعايا القرفة الناعمة دي، ومعانا القرفة بتاعتنا هنزين بيها الرز بالشكل ده كده. نعم ابن حلال والله العظيم، ما أنا قايل لك فكرني يا طيب. تعالوا مع بعض نشوف البتنجان اللي في الفرن وصل لفين. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ لا دلعني بالله عليك يا كاسات. وفكره ان احنا نقدمه في كسرونه حلوه للي حابب ياكل كمان، وتبقى عندنا طبق حلو كده لكل افراد الاسره. فخلونا نقدم طبق العيله بالشكل ده كده. اه بس دي يهمني قوي، وانت بتقدم الرز بلبن لازم تكون الادوات اللي بتستخدميها ما فيهاش لا بصل ولا ثوم ولا فيها اي اثار خالص علشان ما يكربش معاك. الله، ده رز بلبن. بيعجبني بقى مدرسه المغازي شويه المكسرات اللي مستويين مع الرز. دايما احنا الرز بلبن بنلاقي المكسرات على الوش، نيجي ناكلها تقل مزاجنا، تلاقي الفول السوداني جبن السنان. حلو،
الله الله، ايه الحلاوة دي؟ هو ده معانا الزبيب بقى، اللي حابب ياخد الزبيب على الوش كده بالشكل ده كده. معانا قرفة ناعمة، خلي بالك مهم جدا، انا بحب الرز بلبن بالقرفة،